السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، الله يسعد لي كل أوقاتكم، طمنونا عنكم إن شاء الله تكونوا بخير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة، اليوم معنا أورج الكورك بي 800، بدنا نحكي ندردش عنه وخلونا نبدأ. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي عن جديد. اذا هذا هو اورج البي اي 800، استعرته من واحد من اصدقائي مشكور، فحبينا ندردشكم شوي عنه ونحكي لكم عنه ونعمل لكم فيديو او اثنين او ثلاثه. مبدئيا الاورج هذا ايطالي اصلي بعكس الجداد اللي طالعين. اورج قديم شوي، انا بلشت استخدمته بالبدايه بين ال 2000 و 2000 و 6 7 بعتقد 2005، بالوقت هذا كنت عم استخدمه، هذا ما بعرف اذا قبل، ما يعني ما كثير متذكر، ولكن استخدمته بعد ما كنت استخدم البي اي 1 اللي بيجي لونه سيلفر فضي. هذا الاورج قديم شوي، ولكن الاوت تبعه والمخرج تبعه احلى من كل الاورجات اللي اجوا بعده، يعني حتى اللي نفسه لما طوروه شوي الشباب عملوه فضي ووسعوا الرام اختلف الاوت، ليه ما بعرف، ولكن اختلف الاوت المخرج يعني الصوت. ولكن هذا الكحلي انظف شيء بالنسبه للمخرج. طبعا البي اي 1 بيجي كمان لسه المخرج انظف منه بصراحه، كل ما عم يحدثوا عم ينتزع المخرج. ما علينا، على كل حال هذا هو اورج الكورج بي اي 800 الاساسي، بيجي الرام 800 64 ميجا فقط. بيجي طبعا مسياك شرقي، التشريق بتلاقوه على طبعا على الشاشه على السكيل، تمام. فيكم تحطوه طبعا هون على السينابل يلي فوق البيتش، فيكم تحطوه انه بحيث تكبسوه، لاحظوا كيف هون تكبسوا هيك الكبسه، تحطوه هيك بيكون تمام، يعني بتكون هي كوارتر تون بتعرفوها. ما علينا، بنرجع نحكي عنه. مبدئيا اورج كتير حلو بالنسبه للمبتدئين، ممتاز جدا بالنسبه للمبتدئين، يعني ما كان شوي بيلقدعك، حتى بيتميز عن اخر قطعه اللي نزلت اللي هي ال 1000 انه له اربع اوت مو اثنين مثله، يعني له اربع اوت، اثنين ليفت رايت و1 و2 اربع مخارج. شو بدنا نحكي عنه؟ اورج مثل ما قلت لكم ما كان حلو، بس الرام صغيره، لما وسعوا الرام صار ممتاز. انا اشتغلت عليه فتره، اطول فتره اشتغلتها هي على 800، كنت كان معي الكحلي، رجعت اخذت جبت الفضي 256، ضليت عليه اطول فتره بعتقد اشتغلت عليه، وكثير كثير خدمني الاورج، بدلته كذا مره، يعني ثلاث مرات او اربعه او خمس مرات حتى، ولكن نفس القطعه ارجع عليها. جربت البي اي 3 اكس، ما بعرف ليش ما عجبني يوميتها الاوت تبعه ما عجبني، فضليت على 800 الفضي. على كل حال بنعطيكم شويه معلومات عنه على الماشي. الفضي له هيك، له هاي الكويت تبع الشركه اللي عملوها، يعني بتختلف المنظر الشاشي، ولكن الكحلي على الاساسي اللي نحكي. نبدا من عندنا من هون الاربع مفاتيح، الفوليوم اللي عندنا، الماستر والبالانس والاساينبل سلايدر، مثل باقي الاورجات كل واحد له طريقه شكل. طبعا عندنا هون الستيل سونج بوكس، سيكونسر للسوند، الجلوبال، الميديا. هون طبعا ثلاث عندنا، فينا نخصص اثنين ساينابل يعني الاي وبي غير المايك. هون عندنا طبعا الايقاع، هذا الزر اللي اسمه سنجل تاتش، هذا لما بيكون هذا بالفضي بعتقد انشال، لما بيكون مضوى لما بتغيروا الايقاع بيتغير الصوت اوتوماتيك معكم. وفي واحد مثله عند الاصوات لما كمان بيكون مضوى، الستيل تشينج، لما بيكون مضوى كمان بتغيروا الصوت بيتغير اوتوماتيكيا الايقاع معكم، تمام شباب. شو في هون؟ الايقاع طبعا كامل، هاي الفيد، الفيد اوت ان، بتعرفوا هاي لما بتضوى بتدور الايقاع من بيكون واطي بيعلى اوتوماتيك، وكمان بيرجع اوتوماتيك. لاحظوا من هون فيكم تعيروها، تشفتوا عليها بتعيروها من هون، بتكون يا خلال 20 ثانيه تعليلكم الايقاع وتدوروا، يعني يكون واطي وبيعلى او يكون عالي ويوطى ويطفي من هون، تمام. ما علينا، هاي الايقاع، هاي التيب تيمو بتعرفوا، الستارت تبع الهاي سونج بوكس، الانسامبل، الهارموني والافكت، الباد، هاي الباد عفوا، الاربع باد مثل بكل بي اي، ترانسبوس
الاوكتاف، الاصوات هون بيجوا. طبعا في 3 بنوك، في لفوق صفي لتحت صفي، يعني من 1 لـ10 ومن 11 لـ20. شو في كمان عنا؟ التيم بلوك، الهولد اللي بيعلق الشاشة طبعا حتى ما تروح. عندنا هون تعرفون بكل الاورجات، هاي اللي بيضوي المايك بيطفي طبعا، وهي تبع اللوير والابر والبرفورمانس، هي الاصوات. الساوند سيليكت هون طبعا بتدخلوا على الساوند لحاله، غير هون البلت الفول ابر، ما علينا هدول كلهم تعرفوهم. خلونا نفوت على الجلوبال شوي، نبدا من اول صفحه بالجلوبال. كيبورد سيتنج جلوبال، التون طبعا الرئيسي تبع الاورج من هون. وهون عندنا الريفيرب العام، عندنا الفيد قلت لكم عليها، هون الاكسلراندو والريتت يلي بيشغل، فيكم تحطوه على الساينبل سويتش على 2 اللي فوق البيتش، بصير بيسرع البطاقة اوتوماتيك، بيسرع الايقاع او ببطئه اوتوماتيك. تمام شباب، هاي خلوها دائما لازم تكون 120. الجليد معروفة هاي لحساسية البيتش، هاي عندنا هون الترانسبوس، يعني بكل الاورجات موجودين هالامور، هاي موضوع الترانسبوس، موضوع التشريق انه يكون كيف البوزيشن، هاي حتى التشريق يكون مع الكيبورد بس ولا مع الكور اللي بيطلع مع الايقاع وهالامور هاي. هون السكيل، هون بتحفظوا 4 اذا بدكم، طبعا من فوق بتعملوا نفس كل الاورجات، يعني ما في شيء. هاي اللوك، كل اللوك بشكل عام تبع الاورج والانترفيس. هون موجود عنا هاي الكولور، هون فيك تغيروا شكل الشاشة شوي، لاحظوا كنت تغيروا لعدة ألوان، أنا حاطه ديفولت يعني طبيعي نظامي. هون بتغيروا اللغة، البروجرام تشينج، أو هون مشان تعرضوا لما بتكونوا بالسوند بتعرضوا الرقم اللي بيطلع تحت الصوت. نرجع على جلوبال اوت سيليكيت، تمام بيرفورمانس اوت، تمام كل هاي الامور موجوده باغلب الاورجات. هون الميدي ما لنا شغل فيها. الاوديو نبدا من هون، موضوع الاوديو تمام، هاي شيء لاحظين كيف عندنا ليفت رايت وعندنا 1 او 2، لاحظين اول 1 و 2 مع بعضهم، هاي مو موجوده بالالف، موجود فقط 2 رايت. يمكن يعملوها لانه 99 من العالم ما بيستخدموا الا الليفت رايت، يعني ما عندهم حق يعملوها. هون عندنا الموضوع الام بي 3، عندنا سبيكر دوروا وتطول السبيكر معروفه، هاي عام للاورج بتعملوها انيبل، بيعطيكم بقى بيز وتربل وميدل بيز وميدل تربل. تمام، اذا بتعطوها انيبل، اما اذا مش معلمينها خلص. نجي للفويس، هذا كله له علاقه بالميكرو، مشان تشتغلوا بالميكرو. عندنا هون للفويس الهارموني، هون موضوع الهارموني، يعني اذا بدكم توصلوا لهي الصفحه كمان، هاي الهارموني مثلا شيفت توصلوا لها، لاحظين كيف افكتات، يعني وين كنا بالهارموني. هون شو كمان بدنا نحكي، وين صرنا عند هاي الفيديو انترفيس مالنا، في هاي موضوع عرض الشاشه، هاي طبعا التاتش بانل تبع الكالبريشن يلي موجوده باي اورك بتعرفوها، مشان تعيروا التاتش تشوفوا اذا في مشكله. هذا الجلوبال يعني خلصنا منه، ما في شيء زياده. هلا الشاشه الخارجيه من برا معروف في هاي التراك سيليكت لحتى بين الصوت وين الايقاع. تمام، هون عنا تبع المعلومات، هون عنا الفور سينجل تاتش سيتنج مشان تغيروا اصوات من هون سريعه معروفه. الميكرو تشتغلوا فيه من هون طبعا، هون العيارات بتحفظوا العيار اللي بتشتغلوا عليه. السكيل مثل اي مثل كل الباقي، الباتس الاربعه اللي هون فيكم كمان دغري تغيرون من هون. والسبيل تقطيع الفليت تبع تقطيع الكيبورد، يعني من هون او من هون او الامور هاي. شو بعد عندنا في شيء بدنا نحكي عليه بالاورج؟ اوكي خليني هلا حطيت انا ست قديم عندي من شي 15 سنه، خلونا نسمعه نجرب شو كنت حاطط هذيك الايام، عشان هاي شعبي. تمام، هاي زني. شو عنا كمان؟ ميجنا، هذا كمان زني. انا ادعمله لما كنت اشتغل بالشعبي بالحفلات مع العتابة. وحدي بلدي، هون لازم يكون مقسوم صح. هون
اوكي هون انتروات نعطيات تشريق محطوط. لحظه هون ايام ذكرنا الماضي. ايام كل هدول من اكثر من 15 سنه شاغلين هون. يعني هالامور هاي نسمعكم شو في ايقاعات. بس هذا بلدي عادي الايقاعات القديمه طبعا. شو في بعد عنا؟ هاي الايقاعات انا شغلها من فتره كتير قديمه. هذيك الايام ما كانت شركه ميوزك جير عم تشتغل. هاي ايقاعات القطقفتي اللي كنا نعملها القديمه. هون عندنا ايقاعات اللف كمان القديمه. طبعا هاي ايقاعات اللف شباب كنا نشتغلها بريف دمشق وبلبنان بالبقاع. يعني هاي الايقاعات كنا نشتغلها بديك المناطق لانه يعني في بعد باقي المناطق كل منطقه لها ايقاع مختلف عن غيرها. هون العراقي هاي تشوبي ايام زمان. لاحظين كله هذا ايام زمان. جورجينا وين كمان؟ هاي شفت الدلي مثلا خشابة. لاحظين هاي الخليجي. هاي عم نفرجيكم معلش بناخذ من وقتكم فرجيكم الايقاعات القديمة اللي كنا نشتغل عليها هذيك الايام. هذا بده شغل بعتقد. هون ايقاعات ممكن نكون عم نعمل تيست عليهم تخبيص يعني. هاي ايام قديم اول ما كان طالع الزوري. هلا نسمع عن الاصوات شو في عنا اصوات. هاي قانون حلو. شو في بعد اصوات؟ بس هاي سترينج. هاي بعتقد كنا نعتمد على نخليهم يطلعوا هون. اوكي. هاي الاصوات الاساسية هون. نبورة بيجي قوي. هاي البيك باك الخليجي. هاي البراس. ايام والله كنا نشتغل منيح على كلها. هون قوانين كلها. هاي كلها قانون. ايام زمان. وهذا هون شو بعد عنا؟ هيك كلها. هي طبعا هي كورالات كنا عاملهم.
كنا اخذين منهم هدول، حتى منهم اخذينهم من الفيجا وحاطينهم على على الاورج. لنشوف شو في بعد عنا هون. اي سامبلر بعتقد. اوكي سامبلر هاي. مية وثلاثة عشر هذا بعتقد مع التسريع. اوكي هذا تبع اللي كنا اول ما بلشنا ركبنا السرعة معهم، بس ما كنا كتير نستخدمها بصراحة لانه كانت سرعة وحدة تقريبا. بعدين كشفوها الشباب وقت اللي نزل البي اي فور كشفوها لهي الطريقة. تمام شوفي بعد عنا. يعني هذا هو الاورك شباب، طولت عليكم معلش، شفنا سوا هيك حبيت اطلع، لقيت برنامج قديم عندي حبيت نزله هيك نطلع عليه سوا. ان شاء الله بعمل لكم فيديو تاني، بعمل لكم هيك شويه تجارب على الاورك، تسجيل ايقاع جديد او بنعمل نظره على الباتس وعلى الامور هاي، ومطلع على الكومنتات اللي بعتوا لي اياهم الشباب على المشاركه اللي عملتها على المنتدى تبع القناه. هذا كان كل شيء، تحياتي لكم والى اللقاء.